والآن ننتقل إلى ضيف الصحف وتنضم إلينا عبر تطبيق زوم مباشرة الصحفية في جريدة الأخبار ميسم رزق. صباح الخير أستاذ ميسم. صباح النور. بالبداية يعني هدنة غزة بدأت، ماذا بعد الهدنة برأيك؟ هل تتوقعين هدنة مؤقتة يعود بعد العدوان كما يهدد الجانب الإسرائيلي، أم برأيك بداية لحل سياسي؟ يعني إذا ما نظرنا إلى التصريحات الخارجية من داخل كيان الاحتلال، هناك يعني عمل وجهد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى بعض الدول العربية من أجل أن تكون هذه الهدنة يعني مرحلة أولى أو خطوة أولى باتجاه هدن متعددة تؤدي إلى وقف إطلاق النار. ولكن يعني حسب ما سمعنا أمس على لسان المسؤولين الإسرائيليين في أكثر من تصريح وفي أكثر من موقف، أن هذه الهدنة هي مؤقتة لعدة أيام على أن يعاد استئناف القتال حتى بوتيرة أقوى عن السابق. أنا أعتقد أنه يعني استنادا إلى التجربة مع العدو الإسرائيلي، هذا العدو لن يعني يتخطى هذه الهزيمة، لأنه يعتبر أن هذه الهدنة هي أول تثبيت فعلي لهزيمته في معركة طوفان الأقصى وفي بعد يعني فشله في تحقيق الأهداف التي حددها وأعلن عنها في بداية يعني العملية العدوان على غزة، عندما قال بأن هذه العملية الجوية والبرية تستهدف أولا القضاء على المقاومة الفلسطينية حماس وكل فصائل المقاومة ويعني تحرير الرهائن الإسرائيليين والغربيين الموجودين لدى الفصائل. وبالتالي بعد 45 يوم على هذه الحرب لم تتحقق هذه النتيجة، لم يحصل أي يعني لم يحقق العدو الإسرائيلي أي نصر عسكري ولا حتى سياسي، وبالتالي إن قبل هو بعيدا عن الضغوط الغربية الخارجية وحتى الداخلية بالهدنة واستمرارها وصولا إلى وقف إطلاق النار، سيكون بالنسبة إلي هذا تثبيت للهزيمة وتثبيت لانتصار المقاومة الفلسطينية وتثبيت لانتصار قطاع غزة، وبالتالي ربما لن يقبل به وسيعود إلى وتيرة أقوى من العمليات العسكرية بعد العملية الأولى من تبادل الرهان. بالتالي لا يمكن اليوم حسم ما يمكن أن يكون عليه المشهد بعد الهدنة الأولى، بعد 4 أيام من الهدنة، بعد يعني الانتهاء من صفقة التبادل الأولى. بالتالي لا يمكن الجزم أو الحسم ما يمكن أن تكون عليه الصورة في الأيام المقبلة. طب برأيك هل تبقى جبهة الجنوب مفتوحة بموازاة الهدنة في غزة؟ يعني هذا كله كمان أيضا يستند إلى التطورات داخل غزة. اليوم يعني كنا سمعنا بالأمس عدد من التصريحات أنه هذه الهدنة في الداخل الفلسطيني لا تشمل الجبهة الشمالية ولا تشمل جبهة الجنوب، وأن كل الأمور مع المقاومة اللبنانية ومع حزب الله يعني مفتوحة على كل الاحتمالات. ولكن هذا أيضا يعني يستند إلى الـ 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 الواقع في الميدان وتطور الأمور في الميدان. قبل ليلة من الهدنة، من سريان الهدنة، شهدنا تصعيدا كبيرا في جبهة الجنوب، شهدنا استهداف لعناصر من المقاومة الإسلامية واستشهاد خمسة من هؤلاء العناصر. ويوم أمس يعني سجلت الجبهة الجنوبية أعلى نسبة عمليات منذ بدء طوفان الأقصى، هناك 22 عملية شهدناها في الأمس، يعني كانت تتضمن ارتقاء في نوعية هذه العمليات، في كمية الأسلحة، في نوعية هذه الأسلحة، حتى في يعني المساحة التي تم استهدافها في داخل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي كان هناك رسالة من حزب الله يوم أمس تؤكد أنه هذه المقاومة رغم يعني حتى مع وجود هدنة في الداخل في قطاع غزة، هذه الجبهة يمكن أن تظل مفتوحة استنادا إلى التطورات، يعني استنادا أولا إلى التطورات داخل غزة، وما إذا استمرت العمليات العسكرية أو استؤنفت العمليات العسكرية بعد الهدنة، ومن ثم الخطوات التي سيقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجبهة الشمالية أو من ما سيقوم به من عدوان في الجنوب. وبالتالي هذا يستند أو يرتبط أو هو متصل بهذه التطورات. وبالتالي المقاومة يوم أمس قالت من خلال هذه العمليات ومن خلال توسيع هذه العمليات، توسيع رقعتها واستخدامنا أنواع جديدة من الأسلحة، كانت تقول أنها هي جاهزة